فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، يعني الإيمان الذي في قلبه، الإيمان الذي في قلبه هو الصدق مع الله ومع الرسول ومع الناس، هو الذي جعله أثقل الناس ميزانا. نعم. ثم يقول حفظك الله: كيف يقول المزني ذلك ونحن نعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد جمع في يوم واحد فقط بين الصيام والصدقة وعيادة المريض وتشييع الجنازة، فكان من أكثر الناس عملا؟ لا، ما هو من أكثر الناس عملا، من أكثر الناس إخلاصا، من أكثر الناس إخلاصا وإيمانا. ولذلك تعرفون مواقفه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما موقفه حين أن الصحابة أصابهم مصيبة عظيمة، وبعضهم يقول ما مات الرسول، إنما ذهب إلى ربه وسيعود، كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه وسيعود. ولكن أبو بكر قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عند ذلك علم الصحابة أن رسول الله قد مات، حتى قال عمر رضي الله عنه: كأن هذه الآية ما طرقت سمعي إلا هذه الساعة، لما سمعها من أبي بكر عرفوا أن الرسول قد مات. شوف ثبات أبي بكر رضي الله عنه في هذا الموقف. كذلك لما مات الرسول وارتد من ارتد من العرب، صمم على قتالهم، فقالوا: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فعند ذلك اقتنعوا وقاتلوا مع أبي بكر المرتدين. هذا الموقف العظيم. هذا الموقف الثالث: الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد ليذهب إلى الروم، ولكن الرسول مات قبل أن يسير هذا الجيش، فقال الصحابة: يا خليفة رسول الله، أبقه حصنا للمسلمين، الناس الآن في رجة. قال: والله ما أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمضى جيش أسامة وذهب، وما مر بحي من أحياء العرب إلا وقالوا: ما فعلوا هذا إلا أن فيهم قوة، فيهم قوة، فخافوا من الصحابة. صار هذا الجيش هذا من آيات الله عز وجل، كل هذا بعزم أبي بكر رضي الله عنه. لو أنه منع الجيش هذا قالوا: خافوا الصحابة وخافوا وانتصروا المشركين والمرتدين، لكن لما راح الجيش أرهبهم، أرهبهم الروم، لما بلغهم انكفوا أيضا عن المسلمين. لو أنه رجع الجيش جاء الروم. شوف يعني عزمات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، المواقف العظيمة. من الذي وقف مع الرسول يوم بعث؟ من الذي وقف معه في الغار لما أخرج إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ مواقف أبي بكر ما وقفها غيره. نعم. وذلك لصدق إيمانه وقوة يقينه بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة في باب العقيدة، وهي: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ إيش الكلام هذا؟ ما عرفنا. نعم.